السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطورطة باردة كتجي زوينة بزاف ولذيذة ومنعشة، وإن شاء الله غادي نعطيكم المقادير وغادي نشاركها معكم اليوم. ودابا غادي نبداو على بركة الله. نعطيكم المقادير ديال البسكوتي اللي غادي ندير. أنا كنستعمل هذا البسكوتي هذا من الجودة الرفيعة، الجودة اللي تتكون زوينة. هاد البسكوتي هذا عندنا جوج كيديروا 250 غرام اللي عندي، حيت غادي ندير المول. أنا كنستعمل المول دائما، كيعجبني هاد المول كبير شوية وكندير فيه هاد تشيز كيك. ودابا غادي نبداو. عندنا هنايا 100 غرام ديال الزبدة، هاهي 100 غرام. دابا غادي ندير هاد الدوب. والزبدة حتى هي دائما تتكون من الجودة زوينة حيوانية، ما تكونش المارغرين ولا شي حاجة، حيت هاد الحلوى الباردة كتبغي دائما تكون الكاليتي زوينة، ما تكونش الكاليتي خايبة دايرة من بحال هكا. ودابا غادي دابا غتابعوا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش تندير وكيفاش المقادير كيفاش كنستعملهم. لحقاش هاد الطورطة راه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. دابا كندير الطحنه الاولى حتى نطحن عاد تندير الزبده، ما كنديرش الزبده ولا البسكوطي، خص حتى طحنوه الطحنه الاولى عاد ديروا اسميتو ديروا الزبده وطحنوها باش تتجي الزبده تتجي معلكه مع البسكوطي، كتدخل في البسكوطي مزيان. ها نتوما دابا البسكوطي شوفوا كيولا تيولي طحين بحال ما هكا. دابا غادي ندير الزبده، واخا تكون سخونه غير ديروها، حيت غادي ملي تصايبوه ديروها في الستامبه راه غديروها في الفريزر، ما غاديش تخليوها حداكم باش تبقى شاد، يبقى داك البسكوطي شاد. ها نتوما بحال ما هكا. شفتوا البسكوطي كيف تيتعلق؟ ها نتوما بحال ما هكا كتجي هاد المرحلة زوينة. في أي نوع ديال الحلوى باردة تيخص يتخدم البسكوطي مع الزبدة بحال ما هكا. واللي ما عندهاش الروبو كتخدمو بيدها مزيان، كتخدمو يتعلق في بيدها. هانتوما شفتو كيف تيعود بحال ما هكا. هانتوما كنشدو بحال دابا هاد الزبده اللي تتبقى هنا كندهنو بها شويه هنا. Thank you.
كتشدو شي كاس ولا شي حاجه ولا شي معلقه وكتبقاو تدكو فيها بحال ما هكا. صافي دابا انا غادي نديرها في الفريزر وغادي نخليها على ما نضرب البانه وغادي ودابا عندنا هنايا بعد ما درت الطورطه درت البسكوتي درتو في الفريزر. دابا عندنا هنايا كيلو و30 غرام ديال البطيخ. الا جبتو بطيخه فيها كيلو ونص كتخليو نص كيلو للديكوراسيوني وكيلو كتطحنوه. انا دابا عندي هنايا كيلو و30 غرام اللي غادي ندير هاد البطيخ هذا اللي تيكون بحال ما هكا. هاد الصفر دابا غادي نقيه وغادي نطحنو وغادي نقيه وغادي تشوفوا اشنو اللي كنحيدو ليه القشره كندير ليه بحال ما هكا. غادي ندير ليه هكايا كله ونطحنو هكا. ودابا غادي الكريمه اللي غادي نستعملو دابا البوري ديال البطيخ ها هو هذا البطيخ. وعندنا 4 ديال دانون الكريمي داك النوع الجيد اللي تيكون كامل الدسم تيكون خاطر ما تيكونش جاري حيت كاين دانون اللي جاري ما تتهزيه بحال الماء. وكاين هاد الدانون اللي تيكون كريمي بحال البانه بحال كتاكلي في كريمه. هذا هو دابا هادو هما اللي تديرو تستعملو ولا ديرو داك الحك الكبير اللي يكون ما فيه لا نكهه لا والو. انا درت واحد ديال الفاني بغيت النكهه ديال الفاني تكون ودرت هادو ديال الكريمه عاديه. صافي ديروا نص كيلو ديروا حك ديال نص كيلو كبير الا درتوه ديروه كبير ويكون ديال 500 غرام. وعندنا الباكيه ديال القشده الطريه عندنا ب 500 غرام اللي عندنا. وعندنا جوج ديال الجيلاتيني ودرت هنا جوج معالق ديال الماء وغادي ندوب الجيلاتين هنا ونخليها تبرد وغادي نبدا نضرب في هذا البانه في القشده الطريه. ودابا الجيلاتين ها هي وجدت راه غير دقيقه وحده تكون على الفرن يكون ما يكونش مجهد عليها. صافي كنحيدوها دابا غادي نطفي عليها ونخليها على جنب تبرد هانتوما والكريمه تكون بارده بزاف تكون بارده فتجبدوها من الفريغو تجبدوها تضربوها واليوغورت ولا الكريمه دجاج تزكيرات دجا فيها السكر ماشي ما تحتاج السكر هذه حلوه. الا كان ما فيها السكر عاد غادي ديرو. ودابا بعد ما ضربت البانه انا غادي نهز واحد شويه غير على حساب باش نديكوري. صافي هانتوما دابا غادي ندير دانون هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف لذيذه. ودابا كنديرو بحال ما هكا غير بشويه باش ما نطيحوش الكريمه حيت مازلنا نديرو البطيخ. هانتوما ودابا غادي ندير البطيخ هانتوما كنخويوه كامل.
ودابا غندير الجيلاتينه، كنديروها بحال ما هكا. كنخلطوها مزيان، اولا نعمل الضراب باش الجيلاتين تدير. هانتوما شفتوا الكريمه كيفاش دايره، راه كتجي زوينه بزاف. كنقطعوا شويه ديال الكارطه ديال الفران، وكنديروا ليها كندهنوا الطاوه من الجناب، كندهنوها بشويه تاع الزيت ولا الزبده، وكنديروا الحواشي بحال ما هكا. هانتوما هي كتجي زوينه بحال ما كاين، باش ما غير باش ما تلصقش ليكم، كتجنبوا كاع الا لا تلصق ليكم على المول ولا شي حاجه. هذا تيحتفظ ليكم، هاد الكارطه هادي كتحتفظ. ودابا انا غادي ندير هاد البافيزيني هادو، وسميتو الديكور. راه دائما تنقول هذاك الشيء على حساب السيده، داك الشيء اللي بغات تديرو كديرو. ودابا الديكور بحال ما هكا هي، كدورو كاع الحواشي ديال المول. دابا غادي ندير الكريمه. ودابا انا غادي نديرها في الفريزر واحد جوج سوايع، وغادي نخرجها باش نديروا ليها الديكوراسيوني ديال. ودابا بعد ما داز 3 سوايع 3 ونص، المهم كتخليوها حتى تتعود بحال الجيلاطه، تتعود قاصحه، تتحطوا عليها يديكم، ما كتشدش ليكم في يديكم. صافي دابا غادي ندير ليها الديكوراسيوني. عندنا هنايا البطيخ، ها هو هي دايره هنايا، مقطعه على هذا الشكل رقيق بحال ما هكا رقيق. وعندنا الكريمه، خليت واحد شويه ديال الكريمه غادي ندير بها الديكوراسيوني. دابا غادي ندير الديكوراسيوني، تندير غير واحد شويه غير، المهم داك الشيء على حساب كل واش كيبغي. دابا انا غادي ندير غير واحد شويه بحال ما هكا. هانتوما ودابا انا غادي نمشي بالديكوراسيوني بحال ما هكا. هانتوما هي كنقطع هذا سميتو، كنقطعو بحال ما هكا، وتندير ليه بحال ما هكا. هانتوما بحال هكا، ودابا غادي نمشي بحال ما هكايا حتى نكمل، وغادي نتلاقاو باش غتشوفوا كيفاش درت. ودابا انا ساليتها بالديكور ديالها، درت لها الديكور بسيط، ودابا غادي ندير الجيلاتين. هانتوما هي دابا الجيلاتين هادي، ما هكا هي كدوزو شويه كلها هاد نتوما.
هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه واحد المذاق زوين. والبطيخ حلو، الا كان مسوس كان عندكم البطيخ ناقص الحلاوه كديروا السكر. راه شفتوا انا راه ما درت لا السكر لا والو، ما استعملتش السكر، استعملت غير الحلاوه ديال البطيخ والحلاوه ديال البانه ديال القشده الطريه صافي. هادو هما اللي استعملت صافي، والبسكوت الحلاوه ديال اللي كاينه في البسكوت صافي، ما استعملت حتى شي سكر ما استعملته. وراه كتجي زوينه بزاف، طيقوني راه كتجي واعره هاد الحلوه، والمقادير راه مضبوطه. ودرت لكم كل حاجه درتها بوحدها باش كل شيء يكون واضح ان شاء الله، والحاجه اللي ما اللي بغيتوها تكون متوضحه ولا شي حاجه تبغيوها نشرحها لكم قولوها ليا وراه نكتبها لكم. ودابا انا غادي نديرها في الطبق ديال التقديم، غادي نحل هاد التشرنيره ديال الستامبا وغادي نديرها في الطبق ديال التقديم وغادي نتلاقاو. ودابا هذه هي التورته ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. راه عجبت درت البطيخ من هنايا هذا الخضر مع عجبني بزاف، جا الديكور ديالو مع الليموني والخضر. وعقلت قلت علاش ما ندير البوردو ديالها كامل، ندير ليه بحال ما هكا بالخضر، وعجبني. والاذواق كتختلف دائما، تنقولها لكم الديكور راه كيف ما بغيتو ديرو، تديرو الاختيار ديالكم وديال المشاهدين. وتنتمنى تعجبكم، وتنشكركم بزاف بزاف المتتبعات والمتتبعين ديالي، تنشكركم بزاف، وتنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتعطيوني في حقي، وتنشكركم بزاف على المتابعه اللي متبعيني ومهتمين بيا وبالفيديوهات ديالي. وتنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنشكركم بزاف، وراكم عزازين بزاف بزاف بزاف. وهاد الحلوه تنهديها لكم، وتنتمنىكم ديروها وتفرحوا ان شاء الله بها وتعجبكم كيف ما عاجبينكم كاع الفيديوهات ديالي. ودابا تنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو جيم البنات جيم، ما تنساوش راحنا ولينا عائله وحده ولينا خوت ان شاء الله. وغادي ان شاء الله هذه القناه يكبر معاكم، وبالفضل ديالكم غادي يكبر هذه القناه. وكنتمنى ديروا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وبركوا على الجرس اللي ما مشاركش معايا يشارك ويبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.